لمواجهة التخلف وضمان التطور، يحتاج كل مجتمع إلى كافة طاقته المادية والبشرية. انطلاقاً من ذلك، فقد آن الأوان لتمكين الفئة السكانية العريضة التي تمثلها النساء من شروط وضمانات تعزز تواجدها الإيجابي وتقوي مساهمتها في بناء مجتمع مزدهر. تشكل النساء حالياً في المغرب فعالية اجتماعية جديدة، فهن يمثلن 44% من الساكنة النشيطة المشتغلة. إن ارتفاع القيمة الاجتماعية للنساء بواسطة التعليم واحتلال مراكز الشغل وتحملهن المسؤولية، كلها عوامل أدت إلى طرح وضعية المرأة أمام الرأي العام، حيث يجري الحديث عن الميز الجنسي اتجاه النساء على صعيد التعليم والشغل ومراكز المسؤولية واتخاذ القرار، وكذا عن موقعهن داخل الأسرة. المرأة الشمالية نموذج من نماذج نضال المرأة المدون في سجل التاريخ، نموذج يمثل شموخها في التعبير عن الاهتمام بكل القضايا المصيرية للبلاد. فبروح المواطنة الصادقة تحملت الصعاب العديدة وواجهت المسؤوليات الجسام التي ألقيت على عاتقها. تعتبر المرأة الجبلية قطب الراحة في التنمية الاقتصادية بالمنطقة، فبالإضافة إلى الوظيفة الأساسية التي سخرتها الطبيعة لها وهي الإنجاب وما يترتب عنه من عناية بالأطفال وتربيتهم وتوفير الظروف الملائمة للعيش المريح لهم، فإنها تحمل أعباء المنزل على عاتقها. لم تقف المرأة عند عتبة البيت، بل تخطتها بكل جرأة وقوة لتحقق ذاتها إلى جانب الرجل في الأعمال الفلاحية، حيث ساهمت مساهمة فعالة قلصت دور الرجل في هذا المجال. لقد مارست العمل الفلاحي واستوعبت تقنياته وقواعده، فأصبحت تقوم به بكل مهارة وإتقان حتى صار جزءا من اهتماماتها، وبذلك أظهرت قدرة كبيرة على التوفيق بين مهامها داخل البيت وخارجه. أنت لا تشوفنا جنة وطباخنا ونعدلوا الغذاء ونعدلوا الفطور ونعدلوا ونصيفوا ونحتشوا ونكسبوا كسيبة، عاود جاب الله شي حاجة قليلة تنحس. هذا الشغل ديالنا احنا، طلعونا الغابة نهبطوا هذاك مشو هيدا نطبخوا به العطيطة ذا الخبز، كيطمعوا قطعوهن احنا اللي قطعوا لنا الغابة ما عندناش ما نعملوا. لاستكمال كل الأدوار المنوطة بها، تتقاسم النساء الريفيات المهام فيما بينهن، فتتكلف كل واحدة بأداء مهمة معينة تنوب فيها عن باقي النساء. إن تحضير الخبز مثلاً يتم بالتشارك بين نساء العائلة، إذ يوكل لإحداهن عجن ما يكفي لتغذية كل أفرادها، وقد تساهم كل أسرة بنصيب من الدقيق اللازم لذلك. هذه العملية التي تتم عبر مراحل توليها النساء أهمية وعناية بالغة، فالخبز مادة أساسية في التغذية الريفية. إتمام هذه العملية يستدعي إيصال العجين إلى الفرن لطهيه. دابا هانسا هذه عندها خبزة ديالها ما تجيب خبز العويدة ديالها، هذه عندها خبزة ديالها ما تجيب علينا قد العواد ديالها. الحاصول اللي يطبخ في الفران نجيبه على قد العواد ديالو، مولاي تخوبه توا في الفران انت لا تشوفنا، ونطرحوا الخبيزه ويمشي كل واحد حاجه يعبي عند دارنا ولاد. هاي جات له الطرحه، ياك الدقه
بالرغم من توفر كل بيت على فرن خاص به، إلا أن النساء يودعن عجينهن بأقرب فرن مشتعل، شريطة أن تساهم كل العائلات المستفيدة بنصيبها من الحطب. هذا التنظيم الذي لجأت إليه النساء دليل على رجاحة عقولهن وحسن تدبيرهن، فالفكرة هذه تصب فيما اصطلح عليه بالتعاونية، إذ يمكن اعتبار عملهن على هذا النحو يسير في نفس السياق. وهكذا تستطيع المرأة أن تساهم إلى جانب الرجل في الاقتصاد، وكذا في الحفاظ على العلاقات الاجتماعية بمنطقتهم. تلاحم النساء وتناغم عملهن بهذا الشكل يسمح لهن بتوفير الجهد والوقت لمزاولة أعمال أخرى تعود عليهن وعلى أسرهن بالنفع العميم. انطلقت المرأة الريفية في الفضاء الواسع المتسع تبحث عن كل جديد مفيد، ولتلبية احتياجاتها المنزلية اتخذت من الطين مادة لصنع الأواني المطبخية، بل توفقت إلى صنع أدوات لمجرد التزيين المنزلي. إن المرأة فنانة بطبعها، فمنذ القدم كانت تعنى بزخرفة الأواني الخزفية لتجعل منها مادة دسمة تجلب المهتمين من كل مكان لما تحمله من قيمة فنية جمالية ونفعية. وتستمر المرأة الشمالية في بحثها الدائم عن الخلق والإبداع لتهتدي إلى النسيج مادة لصنع اللباس والأفرشة. هذه الصنعة التي أصبحت تتوارث جيلا بعد جيل تطورت بفضل مجهودات النساء لتصير مادة صناعية تحمل الخصوصيات الفنية لهذه المنطقة. لن تعدم وسيلة لذلك، وهي المفطورة على اللمسة الفنية الرقيقة. إلا أن الفن والرقة لا يعنيان الضعف والاستكانة، بل هما لدى العديد من النساء مصدر عظمة وقوة. إن لائحة النساء اللواتي اشتهرن بالحزم والعزم في المواقف الحرجة وأثبتن أنهن قويات محنكات لأكبر من أن تسعها كتب التاريخ، إلا أن من بين اللواتي تناولتهن صفحات منه تلك التي تضاربت حولها الآراء واختلفت حتى كادت أن تصير أسطورة، إنها السيدة الحرة. ازدادت عائشة بنت علي بن راشد أحد الشرفاء الأدارسة الملقبة بالسيدة الحرة سنة 900 للهجرة. تلقنت تربية راقية وتعليما مزدوجا جعلها تتقن اللغة الإسبانية وتفهم عقلية ونفسية الأوروبيين، كما تتلمذت على يد عدد كبير من مشاهير الشيوخ أمثال محمد عبد الله الغزواني. السيدة الحرة ربيت في مدينة شفشاون تلميذة للقطب الشهير مولاي عبد الله الغزواني الذي دفن في مدينة مراكش مول القصور مدفون في 1935. هي تتلمذت على مول القصور مولاي عبد الله الغزواني أحد الأولياء سبعة رجال في مراكش. هذا تصوفها، مكانها السياسي، ظلت حاكمة في تطوان 18 سنة، تزوجت بالسيد المنظري أحد حكام تطوان، تزوجت بسلطان المغرب مولاي أحمد الوطاسي، احتلت جبل طارق وصلت إليه، دفعت في البحر الأبيض المتوسط بأسطول كبير لها ضد القراصنة الأوروبيين، تعاونت مع الجزائريين الأتراك عروج وخير الدين، وانتهت بعد الحكم الطويل في تطوان انتهت منعزلة عن العالم بعد دسائس
وقع دسها لها وتآمر، فدفنت في قبرها المجاور لمنزلنا هذا الذي صار فيما بعد الزاوية الريسونية في مدينة شفشاون. كانت السيدة الحرة مثالاً للحنكة في فن السياسة ومعرفة خبايا مجتمعات البحر الأبيض المتوسط. سنة 1515 ميلادية وعلى إثر وفاة زوجها المنظر الثاني عينت والية على مدينة تطوان، فأبانت على كفاءة أهلتها لتغدو حاكمة على المدينة وضواحيها. عرفت السيدة الحرة تسيير منطقة شاسعة تضم كل من إقليمي تطوان وشفشاون، وكانت بواخرها تنطلق من مراسي ترغا وتطوان لمحاربة الاحتلال البرتغالي، وكانت دائما تؤكد على أن تحرير تؤكد دائما على تحرير الثغور المغربية رغم معاهدة الصلح التي كانت بين الوطاسيين والبرتغاليين. تميزت السيدة الحرة بدفاعها المستميت عن بلدها وبعدائها للبرتغاليين والإسبان الطامعين آنذاك في احتلال سواحله، فأنشأت أسطولاً بحرياً قوياً صار يحسب له ألف حساب بحوض البحر الأبيض المتوسط، وخاضت غمار القرصنة لتبرز في ذلك مواهب كبيرة مكنتها من تحقيق الكثير من المكاسب والغنائم. رغم طبعها الحاد استطاعت بفعل موهبتها الفذة وذكائها الوقاد وكذا تعليمها الجيد أن تكتسب قدرا كبيرا من الرزانة والحكمة. كانت معروفة أصلا بقوة الشخصية، وكان يعني الجميع يهابها، وحينما كانت تخرج في موكب أميري كان الناس يخشونها وكانوا يعتبرونها مثل الملك، يعني كانت تمتلك قوة وحزم الملوك أكثر من قوة النساء. إنها مثال لقدرة المرأة على التوفيق بين القسوة والحنان، بين الصلابة واللين، ومفخرة تتباهى بها النساء الشونيات على الخصوص، ليؤكدن أنهن قادرات على صنع الأحداث بل على تغيير مجرى التاريخ. إلى جانب حنكتها السياسية ومواقفها الاجتماعية اهتمت المرأة الجبلية بالجوانب الدينية، فلكي تحصن نفسها من الخرافات والشعوذة وسفاسف الأمور تخلقت المرأة بالأخلاق الدينية ومارست طقوسها وجعلتها ملاذا لها في دنياها. إن المرأة الشفشاونية في محاولتها الدائمة للحفاظ على مركزها الديني اتخذت الطريقة الصوفية مذهبا لها فتوارثتها وحمتها من الزوال، وجعلت منها فنا تستحضر به أسماء الله الحسنى والصلاة على نبيه الكريم في كل المناسبات، وهو ما سمي بفن الحضرة. صلى الله
في الحقيقة باش نرجعوا نتعرف فن الحضرة بصفة عامة، كما هو معلوم مصطلح صوفي، مصطلح صوفي يدل على ما يرى من التوسلات والقصائد، والقصائد الصوفية بشكل عام. لكن هذا تعريف كفن ككلم كحضرة باش نقولوا حضرة، إلا أن كيبقى نمط، وهذا بعد هذا الفن عنده طقوس ديالو معينة كيف ما قلنا. ملي تأسس هذا النمط، فهذا النمط هذا بالخصوص تأسس في القرن العاشر الهجري في هذه الزاوية البقالية بسيدي علي الحاج بدوار الحرائق، تأسس بالمناسبة في يوم 7 من المولد. اعتادت النساء بهذه المنطقة ومنذ القرن العاشر الهجري على الاجتماع لإنشاد مقاطع الحضرة في الحفلات والأعياد الدينية، وخاصة ليلة عيد المولد النبوي الشريف التي تخصص لها جلسات لمدح الرسول عليه الصلاة والسلام مع استذكار لخصاله وأفعاله وما إلى ذلك مما يدل على المحبة الصادقة والتعلق بسنته وشريعته. ولا تزال تلك النسوة تتداول قصة ميلاد هذا الفن الرفيع المنسوب إلى الشيخ العلامة علي الحاج البقالي. والي الصالح سيدي علي الحاج البقالي كان كيدرس في السعودية لمدة 18 سنة، كان كيدرس العلم وكيدرس. في الوقت من اللي جا من السعودية في هذا القرن هذا واستقر في هذه الدوار الحرائق في هذه الزاوية البقالية، واحد اليوم كان في غفوة من المنام رأى في المنام الرسول صلى الله عليه وسلم وقف عليه قال له أنا بغيت نجي نرجع لمكة. جاء الرسول قال له صلى الله عليه وسلم في المنام قال له أجلس هنا وفي مطعك في هذه الزاوية وأنا غادي نجي نزورك في يوم 7 من المولد. جمع هذوك الأولياء وهذوك الشرفة اللي تيحتفلوا قال لهم غادي نأسوا الحضرة، فن الحضرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مشي زورنا في هذه المناسبة 7 من المولد هنايا في هذه الزاوية. من ثم تأسست هذا النمط الحضراوي. يعجبني صوتك. يعد فن الحضرة جزءا مهما من التراث الغنائي النسوي، وهو يعطي أصدق مثال للظاهرة الفنية عند النساء بالشمال المغربي. عرف هذا الفن ازدهارا كبيرا يعزى بالدرجة الأولى إلى الجهود المبذولة في محيط النساء على الصعيد الفني والإبداعي، وهو مرتبط أساسا بمراعاتهن للتقاليد والعادات المتبعة أثناء القيام بالولائم في المناسبات البهيجة. لأن هذا النمط في الحضرة الشفشاونية موجود، كان دائما موجود. أي سيدة من سيدات الشفشاونيات كلها تغني فن الحضرة، كلها ملوعة بالفن الحضرة. الحضرة الشفشاونية نمط النسائية نمط في الحضرة، إذا سميناه نمط في الحضرة عندهم خصوصيات متميزة تتجلى هذه الخصوصيات في الإنشاد والعزف والحركة والزي. الزي اللي يرمز على الزي القديم اللي كان عند المرأة القديمة بشفشاون، سواء كانت في الحياة اليومية أو في جلوس الحضرة أو حضارة في مواسم أو في ملتقيات أو في تيرمز للزي القديم ديال المرأة الشفشاونية. استطاعت المرأة الجبلية أن تحافظ على هذا الفن كصورات ثقافي ديني تتباهى به على مدى العهود، بل أكثر من ذلك فقد حافظت على اللباس الخاص بهذه المناسبة لعقود طويلة. كاين عندنا اللبسة الشفشاونية، كتلبسها هاد البنت مشاركة في الفرقة الأخوات الفن الأصيل. حنا بغينا نحيو التراث من خلال الزي التقليدي الشفشاوني. كاين الشادة بالطاكون كتكون من سمنية سويسرا
والحراز، حراز من الطروز بياض، كانوا النساء عادة قديم كيلبسوا في الضيور. وكاين القفطان، قفطان تساو بلون دريز مخيط خياطة قديمة، خياطة بلون واحد كان باقي ما كاينش الذهب كيصاوبوها بالحرير. وكاين الحزام، حزام كيقولوا له حزام ضاق ميقنا، الحزام هذا ربما في العمر ديالو قرن، حزام ضاق ميقنا ربما عنده 100 سنة ولا أكثر. أما بالنسبة للقفطان هذا فهو تقريبا قديم، في العشرينات كانوا كيحضروا به العرايس، القفطان هذا في العشرينات كانوا كيتبردوا به العرايس الشفشاون، وهاد الخدمة وهاد اللون ديال التاو وهاد الشيء في العشرينات. أما الحزام عنده فوق 100 سنة. وكاين الشربيل مذهب، الشربيل مذهب في رجلة، وكتزين بالحيلي والخواتم والدبالج، مسائل الزينة المرأة كاملة كتستعملها، خاصة في الأفراح ولا إذا كانت شي مناسبة تقليدية ولا الأعياد كتزين بالحيلي كاملين. من أجل الحفاظ على هذا الموروث الفني ولضمان استمراريته، تم تأطيره داخل جمعيات ثقافية، حيث تختار المواهب الشابة الفاتية لتلقينها كل ما يتعلق بفن الحضرة الشفشاونية، وتكسبها العروض التي تقوم بها في المهرجانات سواء على الصعيد الوطني أو المحلي تجربة كبيرة تعزز ما تعلمته داخل الجمعية. إن المرأة بمشاركتها في الحضرة سواء بالعزف والإنشاد أو الإنصات لمحاولة منها لتطهير النفس والسمو بها إلى أعلى مراتب البراءة والعفة وانتقالها إلى عالم مطلق متعال عن الاهتمامات الدنيوية الدنيئة. لقد فندت المرأة كل الآراء والأفكار التي اتهمتها وانتقدت قدراتها، وأثبتت للكل بأنها لا تقل مكانة عن الرجل. ففي المجال السياسي أكدت حنكتها فصارت السيدة الحرة، وفي المجال الفني أثبتت جدارتها فكان التشكيل والغناء، وفي المجال الديني فرضت مذهبها فكان التصوف والتعبير عنه بالحضرة الصوفية. وفي المجال الأسري استكملت دورها الطبيعي فكانت الأم رمز الدفء والحنان والزوجة رمز الحب والأمان. من هنا حق القول بأن المرأة كنز ثمين وجب الحفاظ عليه لنجني ثماره جيلا واعيا قوي الإرادة متكامل الشخصية، وهي بالفعل كما يقول حافظ إبراهيم: مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق.